الخوف الزياده عند الامهات نحاول نهديه شويه. احنا الامهات بيكون عندنا خوف ورهبه بزياده جدا، ولا مش هسيبه، ولا انا خايفه حد يزعق له، لا انا خايفه حد مش عارفه ايه. احنا مش مهمتنا ان احنا نحمي اولادنا من الاحباطات، احنا مهمتنا نساعدهم طول حياتهم يتحملوا الاحباط. في فرق كتير ما بين الاثنين. فانا هحط في بالي هو هيتعرض لاحباط، لازم يتعرض لاحباط عشان يتدرب لحياته، ولكن مع الوقت هعوده او هكون معاه عشان يتحمل هذا الاحباط عن طريق حاجات كتير. اهمها فكره التواصل بقى، دايما في تواصل مع طفل. تواصل قبل الدراسة، حبيبي أنت هتروح المدرسة، المدرسة دي غير الحضانة، فيها رولز، فيها قواعد كتير بنلتزم بيها، هي صعبة شوية بس أنت تقدر تتدرب عليها. دايما نقول لأولادنا أنت هتقدر تتدرب، مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة سهلة، إحنا بنتدرب عليها. أول يوم ممكن نحس إن إحنا متضايقين، قلقانين إن ماما هتمشي، قلقانين إن بابا مش معانا، بس إحنا بنوعدك إن إحنا بنيجي في الميعاد، بنمهد له. فكرة التمهيد نقطة مهمة جدا في التواصل مع الطفل اللي لسه داخل ده. حبيبي هو يعني لا حول له ولا قوة، هو المجتمع جديد، أطفال كتير، نظام، جدول، حاجات ماشية ورا بعضها، لا فين الهيصة بتاعت الحضانة والحاجات البسيطة والألعاب والكلام ده فين؟ الحقيقة المدارس بتعمل حاجة حلوة، أنا أول يوم بيبقى يوم فيه بهجة شوية وفيه احتفال وفيه ترحيب جميل بالأطفال، وده بيساعد جدا الأولاد.